أفراد العائلة. وبسارة رأس السنة يلي بنتمناها تكون سعيدة للكل وخالية من حوادث السير، بنستقبل رئيسة جمعية روتس فور لايف السيدة زينة القصار قاسم. اهلا وسهلا فيك يا سيدي قاسم، مره جديده بحلوه بيروت، يعني على ابواب سنه 2012 وكمان بليله راس السنه لازم هذا الموضوع نضوي عليه، حوادث السير يلي انتم كمان ناشطين وفعالين على الارض، يمكن ناحيه القانون يمكن ناحيه كمان عم بتعملوا دورات تدريبيه للاطباء يلي رح نحكي عنهم بالاجمال بحلقتنا لليوم. اول شيء ما في نهار ما بنسمع على نشره الاخبار شاحنه خبطت انسان ام دهست انسان، وبنفس الوقت كمان سياره ظاهره عن مسار الطريق، يعني بس تسمعوا هيك اخبار وانتم ناشطين شو بتحسوا؟ يعني الكل ما عم ينتبه لانه القانون ما عنده هيبه كفايه برايي انا، ويوم اللي مشان هيك نحن عم نشد لحتى ينقر القانون الجديد، وعم نزور كل كتل رأس الكتل والمسؤولين اللي فيهم يساعدون على إخراره، والأهم هو العبرة بالتنفيذ والتطبيق اللي من الكل حتى هالشيء يوقف والموت على الطريق يوقف كمان يلي هو بنتمناه أصلا نحن من، ولازم نعرف كمان أنه هي السرعة اللي الفاكتور الأول اللي عم بيكون السبب لهالحوادث الموت على الطرقات. نعم اليوم عم بتجددوا التحرك لإقرار قانون السير، شو صار فيه؟ يعني صرنا لحنا بتعرفي من أول نهار انقتل فيه طلال اللي هو انقتل بسبب السرعة. نعم. لما كان بس عم يقطع الطريق ليروح المدرسة الله يرحمه، وعملنا مسيرة بعد 5 أيام كرمال السرعة ونزلوا الرادارات، وصار في إحصاءات من الصليب الاحمر انه نزلوا نسبه الحوادث والموت بعد ما نحطوا، بس ما بعرف كل شيء الرادارات بعدهم؟ لا ما كل شيء موسمي وقفوا مزبوط. بعدين نعم وبعدين على 40 نهار ال 40 من وفاته كمان قدرنا نظهر هالمشروع اللي كان بعده مشروع قانون من لجنه الاشغال من لجنه الاشغال للجان المشتركه. نعم. وبعدهم هلا ناطرين ينقر، بعده علقان على كم بوينتس يعني علقة. القانون حسب ما عرفنا وسمعنا بالاخبار وشفنا كمان النواب والوزراء انه مع اقرار قانون السير، لا ولا ليه صار في بطء؟ يعني عرفنا تناقش الموضوع بس في صار بطء بتنفيذه. نحن بدي انا عم كون على لجنه الاشغال امرار على المرتين وعلقان على بندين يلي هن سلطة الاستنسابية للقاضي. نعم. يعني عنده سلطة القاضي يحدد مدة التوقيف أم الحكم والحكم. نعم. وشو نوعيتها، جنحة أم جنية. أوكي. وبدهم يعطوا السلطة الكاملة للقاضي. نحن مش ضد السلطة الاستنسابية للقاضي بس ما بتكون ضمن حدود، لانه بالتكست لازم مثلا بحاله طلال. نعم. اوكي. صار في قتل يمكن مش كان عن يعني عن قصد، بس لما الواحد بيكون عم بيسوق على طريق فرديه بسرعه لازم يسوق فيها 50 كيلومتر بيسوق فيها 120، يعني صار عنده بده يقتل حاله رح يقتل الاخرين. لا صار في نسبه انه فيه يكون رح يقتل. ولما بصير في قتل يعني لازم ياخذ العقاب وبالقليل الحد الادنى من العقاب. نعم. بوقت طلال كان 6 أشهر لثلاث سنين، فات بس 4 أشهر. هيدي بحس كمان لانه انتم معنيين، هيدي استنساب مين معني؟ لا انه كل شخص معني اكيد بالنسبه له هيدا كثير قليل من هيدا بيستحقه. ما بقعد استنساب، هيدا بصير نوع من الواسطه، لازم حق الاستنساب بالقانون الجديد يكون ضمن حدود ما يتخطى
الحدود المكتوبة بالنص تبع القانون يلي هي وبهالحالة إذا بهالقانون الجديد كان لازم العقاب بيكون 4 سنين بدون يمكن يتفاوضوا أم يصير مثل مفروض يعني ديل بين الأهل أم يلي صار معه الحادث تبع بينسحب البرمي يلي رخصة السواقة بتتوقف السيارة نعم وأكيد نحن بنقول إنه الحق الاستنساب لازم يكون للقضاة بس كل واحد كمان يقيس على حاله وعلى ضميره يعني. كمان وعلى ضميره يعني على امل انه قانون السير انه يتطبق مثل ما ذكرنا سيدي قاسم ويلي انتم كمان عم تدعموا هذا القانون مشان نبلش ويتطبق على الارض، كمان عم تشتغلوا على شغله ثانيه اعلنتوا مؤخرا انه في 38 طبيب طوارئ من مختلف المستشفيات اللبنانيه انهوا دوره انقاذ اصابات خطيره نتيجه الحوادث السير. نحن بيروت شو ضمن البرنامج؟ بيروت فور لايف عنا شقين، عنا شق قضائي اللي هو بدنا القانون السري وبدنا اياه كمان يتطبق، اكيد هيدا اهم شيء، والثاني شيء عبال ما نشوف النور الجديد بهالقانون الجديد بدنا نهتم بالمصابين اللي 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 وقعوا بس بعضهم طيبين يقدروا يوصلوا على المستشفى ويكون ينعطاهم العلاج اللي لازمون بالوقت المعين اللي هو الجولدن اور اوف تروما وعلى هذا الاساس انتم كمان قمتوا بدوره مع ال 38 طبيب نحن اخذنا على عاتقنا نقدم صف الادفانس تروما لايف سبورت كورس مع الاي بي ل 130 حكيم على كافه الاراضي اللبنانيه وكل غرف الطوارئ للكل حد الاوتوسترادات يكونوا مجهزين مشان يستقبلوا هيك نوع من الحالات وبيتعلموا هالحكمه مع منهج وبروتوكول معين كيف يتعاطوا باي نوع اصابه مع المصاب وهلا رحنا على امريكا وجبنا الحصري لل بي اتش تي ال اس بري هوسبيتال تروما لايف سبورت ورح يكون مع الصليب الاحمر لنعطي كمان صف لكل هالمسعفين من كمان الدفاع المدني والشركات الخاصه كمان مش بس الصليب الاحمر طبعا تحيه كثير كبيره لهم لانه عن جد عم يتعبوا وعم يشقوا وكله هذا بالنهايه هن متطوعين مشان هيك نحن هدفنا انه يقدر كل واحد منهم يوصل على ينعطى هالصف ليقدر كمان يواكب المريض من وقت من لحظة وقعه بالحادث لحديت ما يوصلوا على المستشفى سلامة قلب الكل وان شاء الله ما يصير في حوادث يا رب ويصير اقرار لقانون السير الجديد سيدي بدي بس اقول وهدفنا الثالث هو كمان الصف النرسات اللي ان شاء الله رح نجيبه كمان هيك بنكون عملنا تروما يونت لنساعد هالمصابين اللي على الطرقات اللي بحاجه لمساعده ومسانده بدنا انه ما بقى يوقعوا ان شاء الله منتمك لباب السماء وهذا اهم شيء وهذا كمان املنا نحن كشعب لبناني وكاولادنا وكاهلنا وين ما كان سيدي قاسم رح وسيدي قاسم دائما بواب حلوه بيروت مفتوحه لكم بروز اوف لايف وعبال ما تقوموا بهالنشاطات الكبيره بس بدي اقول شيء قبل تفضل باخر هالسنه حاب اقول للكل وخصوصا الشباب على الطرقات انه يسوقوا على مهلهم ان شاء الله وينتبهوا هن وعم بيسوق انه السياره سلاح بايدهم 100% فيها تقتلهم اما تقتل اللي حدهم يسوقوا على مهلهم مش قادرين يسوقوا بنترجاهم يطلبوا تاكسي ويرجعوا على بيوتهم لعند اهلهم سالمين يعني ما بدهم اهلهم يبلشوا كمان سنه 2012 بدمعه لا خليهم يسوقوا ابني انقتل من ورا السرعه وبعرف انت حرقة الام بتكون والله يخلي اولاد العالم كلها والله يصبرك لانه من وراء وجعك يمكن عم بتفرحي امهات ثانيين يعطيكي الف عافيه على اللي عم تعمليه السيده قاسم اهلا وسهلا فيك مشاهدينا بايرتس اوف ذا كاريبيان